يا يوسف، مشغول ولا ممكن اقعد معاك شويه؟ ايه اللي بتقوله ده يا دكتوره؟ ده بيتك يعني، بتدخل في اي وقت وفي اي حته غير ما تستأذن كمان. ولا خالد، انت لسه ما افتكرتش اي حاجه خالص؟ لا ولا حتى افتكرت اما كنا بنقعد انا وانت هنا بنلعب شطرنج؟ انا بلعب شطرنج كنت بغلبك كمان. وبتغلبني؟ لا، واضح ان احنا كنا بنلعب شطرنج فعلا. بقولك ايه يا يوسف، هو انا وانت علاقتنا ببعض كان شكلها ايه؟ زي أي علاقة اتنين اخوات، واحد مستهتر وواحد عاقل. طبعا انت العاقل. لا الحمد لله انا كنت مستهتر. لا بالعكس، انت العاقل وانت اللي كنت بتخاف على مصلحتنا. اخر حاجة كنت بتفكر فيها نفسك، اهم حاجة عندك كنا احنا. وملك مالها؟ ملك ملك مرات اخوك حازم وبنت خالتي. وبنت خالتك. هو انت ليه بتسأل؟ بص يا جو، انا ممكن اقول لك يا جو، على فكرة انت كنت على طول بتقول لي يا جو، ده دليل ان الذاكرة هتبدأ ترجع. والله بيتهيألي أي حد اسمه يوسف بيدلعوه يقولوا له يا جون، ما تكبرش الموضوع أوي. لا لا، أنت الوحيد اللي كنت بتقول لي يا جو. ماشي يا جون. بصراحة يا جون، أنا في حاجة كنت عايز أتكلم فيها وحسيت إن أنت الوحيد اللي ممكن أتكلم فيها. ربنا يستر. اتكلم واسأل. أنت أي حاجة عايز تعرفها أنا هجاوبك عليها بكل صراحة. أنا كان في حاجة بيني وبين ملك قبل ما تتجوز حازم؟ حاجة زي صحيح انا نسيت اسألك تشرب ايه؟ معلش انا قليل الذوق. انا قايل لك عم عبده في ايه يا يوسف؟ انت ليه بتتهرب من سؤالي؟ بالعكس انا عم اتهرب من سؤالك ليه يا خالد؟ بالعكس انا يعني بقول لك الصراحة. مش هتلعب معايا ايوه؟ ايه يا حبيبي؟ هتلعب معايا؟ انت عايز تلعب؟ حاضر. طب ايه رأيك النهارده تلعب مع انكل خالد؟ عشان النهارده عندي شغل والعب النهارده مع انكل خالد، وانا هحصلكوا اول ما اخلص شغل. ايه رأيك؟ هو بيحبك وهو نفسه كمان يلعب معاك. ماشي. تعال. تحب تلعب ايه يا بطل؟ كرة. كرة؟ عندك كرة؟ طب يلا نخش نجيب الكرة ونلعب كرة سوا.